السؤال الأول choose the correct form، اختر شكل الشكل الصحيح past simple or present perfect simple. انتبهوا هون past simple أي ماضي بسيط or present perfect simple حاضر تام بسيط of the verbs in this article للأفعال في هذه المقال. لاحظوا هون ليش اختار ماضي بسيط وحاضر تام بسيط. طبعا بالشرح البارحة أنا نوهت على هذا الموضوع، شرحت عنه بصفحة كاملة وقلت في أنه هنالك تشابه كبير بين الماضي البسيط والحاضر التام البسيط. التشابه بأن الفعلين في الفعل في كلا الزمنين يحدث في الماضي، ولكن يوجد فرق. ما هو؟ أي أنه في الماضي البسيط يوجد تحديد دقيق للوقت، أما في الحاضر التام البسيط فلا يوجد تحديد للوقت. هذا هو الفرق. لنبدأ بالتمرين. يقول throughout history عبر التاريخ people الناس moved or have moved from one country to another أي انتقلوا من مكان إلى آخر. طبعا هون في تحديد للوقت؟ أكيد لا. لاحظوا عم يقول throughout history عبر التاريخ، وبالتالي ما عندي أنا تحديد دقيق للوقت، لذلك نختار have moved حاضر تام. بس في ملاحظة قبل ما أكفي بدي أقول لكم إنه بننتبه على هذول القصص القصيرة اللي موجودات عندنا بالتمارين، بننتبه منهم كميسينج ويردز كلمات مفقودة، أحرف الجر، أدوات النكرة، أداة التعريف إلى آخره. إذا بنتابع. Some of these migrants بعض هؤلاء المهاجرين chose or have chosen to emigrate. طبعا هون فعل تم وانتهى في الماضي ليس له تأثير، إذن الخيار هو chose اختاروا لماضي بسيط. While others بينما آخرون طبعا جملة معقوفة على الجملة الأولى، وبالتالي كمان ناخذ had الخيار الأول. Had to move كان عليهم الانتقال because of wars بسبب الحروب or natural disasters أو كوارث طبيعية or for economic reasons أو لأسباب اقتصادية. Here are some of the facts and figures هنا بعض الحقائق والأرقام. الحقيقة الأولى during the period 1970-2000 أثناء الفترة بين 1970 ل 2000 لاحظوا التحديد الوقت، انتبهوا على تحديد الفترة الزمنية، حدد الوقت. The number of migrants أعداد المهاجرين in the world في العالم rose or has risen أي ارتفع from 82 million to 175 million من 82 مليون إلى 175 مليون. بما أنه قلنا في تحديد للوقت، شوفوا 1970 وال 2000 هذول العامين، وبالتالي الخيار راح يكون روز ماضي بسيط بالفيرب 2 من الفعل رايز يرتفع. الحقيقة الثانية in recent years، انتبهوا على هاي recent، recent في بداية شوفوا على الدليل recent صارت واقعة، من كان في recent أو recently معناها حاضر تام. In recent years في السنوات الحالية migration into Europe and Russia الهجرة إلى أوروبا وروسيا increased ماضي بسيط or has increased ماضي تام ارتفعت sharply بشكل دقيق. طبعا من كان عندنا في الجملة recent وبالتالي has increased الخيار حاضر تام. While in many other parts of the world بينما في أجزاء أخرى من العالم نمبر الأرقام طبعا جملة معقوفة على الجملة الأولى have fallen، have fallen أي انخفضت. الحقيقة الثالثة in Australia في أستراليا since 1945 منذ العام 1945 لاحظتوا على since هو عام since زائد عام باللون الغامق الدليل. إذا since 1945 منذ العام 1945 over 6 million people أكثر من 6 ملايين إنسان
arrived or have arrived to Sickle بالتأكيد الخيار هو have arrived بسبب وجود شنس وعام. Have arrived قد وصلوا to Sickle للاستقرار. In each 10-year period في كل فترة 10 سنوات from 1950 to 2000 من العام 1950 إلى العام 2000 قبل ما نروح على الحل بنشوف الدليل هو in each 10-year period إنه في كل فترة 10 سنوات وبالتالي صارت واضحة إنه عام معناها verb 2 ماضي بسيط أو verb ed إذا كان نظامي. إذا in each 10-year period from 1950 to 2000 over a million migrants أكثر من مليون مهاجر entered or have entered أي دخلوا بالتأكيد الخيار هو entered وجود الإن والعام دخلوا the country البلد. إذا هيك يكون انتهينا من التمرين الأول.